فيها. لو حضرتك كل ايدك الاختيار كنت هتبتدي بأنهي اسلحه؟ ابدا بالاسلحه اللي هتكسبني. يعني كل مدرب من وجهه نظرك وجهه نظري تكسبني. اللي يقول يعني بص يا كابتن كريم، بشوف ناس في استوديوهات الافتراضيه. يعني ايه الافتراضيه؟ كل حاجه في الاستوديو نفترض هيلعب بفلان، نفترض. انا ما افترضش، انا انسان عقلاني اقول المدرب مش انا ما افترضش، انا ما دخلتش مكانه. فالسؤال اللي حضرتك بتقول عليه ده طبعا صعب جدا بالنسبه ليا. ليه؟ لان مش انا المدرب، مش انا مش عارف حاله اللعيبه. انا دلوقتي حاله يعني هو الشك ما بين الناس كلها بتفكر تريزيجيه ولا مرموش. عمر مرموش هو بيحب عمر مرموش يحب عمر بس الصح تريزيجيه ولا عمر مرموش؟ ما انا جيت على طول للمكان اللي احنا بنفكر في ده او ده. مين اللي هيحكم فيه؟ هو كروش، لانه هو هيبقى عارف حالته دلوقتي ايه. هل هيقدر يديني شوط واستعيد بعد عمر استعيد بتريزيجيه، ولا ابدا بتريزيجيه، ولا ابدا بلاعب واحد بس والتاني يبقى هناك؟ كل مباراة محتاجة نوعية معينة من اللعيبة اللي هتنفذ الفكر الخطط بتاعي. أنهي الأهم يا كابتن فتحي؟ يعني في النوع ده من اللقاءات، هل التخطيط والتكتيك واختيار تشكيل نموذجي، يعني ده اللي بيبقى له اليد العليا والغلبة، ولا إمكانيات وقدرات اللعيبة أكتر؟ مين اللي أهم في معادلة من النوع اللي احنا بنتكلم عليه؟ الاثنين. الاثنين إزاي؟ مهم اللعيبة هي اللي هتنفذ والفكرة أنا. يعني يقول لك ايه، انا المخ وانت العضلات. فانا بفكر لك ايه اللي هيوصلك للطريق ده. حلو، لو المخ بقى شغال زي الفل والعضلات بعافيه، لا برضه ممكن مش الواحد يعمل شغل الى حد ما. لا لا لا، يبقى ما تنجحش، ما يحصلش. لا لا، ما هو لا. في اجهاد عندنا برضه كابتن فتحي، خلينا بقى صراحه. عندنا اجهاد ومش ودي قليل. نقطه سلبيه بالنسبه لنا ان معظم اللعيبه وخصوصا في الدوري المحلي مش الاجانب، اللعيبه اللي بيلعبوا محترفين، او مش عايز اقول بقى كمان اللعيبه المحترفين واللعيبه، ما احنا محترفين هنا. يعني محترفين تنطلق على ال 11 لاعب اللي هيبدا بيه المباراه. لان مثلا عندي الشناوي حارس مرمى، محترف ولا مش محترف؟ محترف اكيد. يبقى وصلاح الدولي للدولي. فاحنا بنقول المحترفين محترفين، او نقول اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الخارجي في الدوري الاجنبي، لكن بيلعبوا الدوري بره لانهم محترفين. لكن انا عايز اقول إمكانية اللعيبة اللي عندي المجهدة، اللي هي زي النوادي بتقول إن اللعيبة مجهدة. الدوري المحلي أجهد اللعيبة، ودي سلبية على منتخب مصر. يعني كان في دوري محلي أجهد اللعيبة، واللعيبة كان بتلعب في بطولات أفريقيا اللي هم لعيبة أهلي وزمالك، فإذا وبيراميدز والمصري كل دول بيلعبوا، بس المصري مفيش لعيبة منتخب. إذا الثلاثة دولت فيهم لعيبة منتخب، طب اللعيبة دولت اللي هم بيلعبوا في بطولات افريقيا بيلعبوا في الدوري وبعدين هيلعبوا هنا. طبعا اللعيبه مجهده، بس مجهده من ناحيتنا مش احنا، يعني مش مجهده بمزاجهم، لا غصب عنهم انهم اجهدوا. فكنا احنا ممكن نلاقي فكره تانية نقلل عدد ماتشات الدوري بتاعنا عشان ان اللعيبه ما يكفي عليهم بطولات افريقيا وبتاع الماتش ده لغايه ما يفوقوا الماتش ده. لكن ارجع اقول لك في النهايه ما هو إلا التوفيق. التوفيق هيخليك تتغلبي على كل حاجة. الطاقة المكنونة اللي جوه جسمك دي واللي جوه بدنك دي اللي هتطلع، كل ده اللي هيخلي كل لاعب فيهم إزاي يتحرك. حماس الجماهير دي هتخليه إزاي يتحرك.